بالشباب. أنا بقول حاجة، اليوم إحنا في هالبرنامج موجودين وبفضل الله ثم بفضل رجال قدموا نفسهم وضعوا أرواحهم على أكفهم من أجل الوطن، من أجلنا إحنا. اليوم أولادنا راحوا للمدارس وبدأنا عام جديد وأمور مستقرة بفضل هؤلاء الرجال. اليوم إحنا في هالبرنامج نقدم حلقة ودورينا ماشي وحياتنا حلوة وجميلة، وخالد جاي من جدة وأبو حمد، وأنت المشاهد قاعد في البيت ومبسوط وتتفرج بفضل الله سبحانه وتعالى ثم بفضل هالرجال. قبل ما نتكلم في أي شيء يخص الكورة، قبل ما نتكلم في أي شيء يخص المجال الرياضي، إحنا في كورة عندنا وقفة تحية وتقدير ومحبة واعتزاز ويعني إيش ما تبي تقول من مفردات الامتنان والإجلال لهؤلاء الرجال اللي فعلا فعلا نذروا أنفسهم لله ثم للوطن، ويعني قدموا الغالي والنفيس من أجلنا. أنتم في قلوبنا وفي دعواتنا وفي كل مكان، ونتذكركم ونعرف أنه كل شيء جميل يحدث اليوم هذا بفضل الله ثم بفضل ما تقدمونها أنتم من تضحيات. تحية لكل رجال الأمن في هالبلد في الداخل وعلى الحد. We'll be right back.
شرقني الغروب. قبل ما نروح للفاصل فقط أذكر بأنه روتانا اف ام معنا اليوم من بداية الحلقة زملائنا في إذاعة روتانا. أيضا نذكر كل الجمعيات الخيرية اللي تعودت تجد في برنامج كورة مساحة لتوصيل رسالتها في كل موسم. احنا يعني على العهد والوعد ما استطعنا أي شيء تعتقدون أن هذا البرنامج ممكن يساعدكم كجمعيات خيرية رسمية ونشاطات خيرية، احنا عندنا دائما وقت لهذه الاشياء وعندنا دائما مساحه لهذه الاشياء. انتم بس تواصلوا معنا وحتلاقوا البرنامج مفتوح من الان لنهايه الموسم، وهذا الشيء احنا الحمد لله يعني هذه السنه السابعه نؤكد عليه، واللي يحتاج دعم من برنامج كره من هالجمعيات يجي على راسنا من فوق. حنروح للفاصل وبعد الفاصل نرجع ونفتح ملفات حلقه الليله.